السلام عليكم، أنا السيد نبيل السيد، جروب 3، وده مشروع الدي سي بي. المشروع بتاعنا عبارة عن لعبة اسمها كاتش ذا ليد. هي عبارة عن 1 versus 1، وفي مجموعة من ال اي ديز بتتحرك بسرعة معينة، والتارجت بتاعنا هو ال اي دي من ضمن ال اي ديز الموجودة. وفي 2 بلايرز، كل بلايرز معاه بوش بوتون، وبيحاول ان هو يقيم على التارجت المختلف اللي موجود في ال اي ديز، واللي بلاير اللي يوصل ليه الناين بوينتس الأول هو الفايز. ودي الكاتيجوري بتاعتنا. السيركت دايجرام بتاعتنا عبارة عن أول حاجة كلوك جنريتور، هي بتجنريت البالسز أو الكلوكس اللي بتبقى كإنبوت للسيكوند جنريتور، والسيكوند جنريتور دي عبارة عن مجموعة من ال اي ديز اللي بتكاونت من اليمين للشمال أو من الشمال لليمين. بعد كده بنديسبلاي الريزلت. لو البلاير قدر ان هو يقيم التارجت ده بجيم بوينت، ولو فشل ان هو يقيم التارجت بيتحسب له لوز بوينت. وبنقدر ان احنا نتحكم في مستوى الصعوبة عن طريق بوتنشيومتر موجود في الكلوك جنريتور. بنقدر نتحكم من خلال البوتنشيومتر ده ان احنا نتحكم في سرعة الكلوك اللي طالعة، وبالتالي نتحكم في مستوى الصعوبة. ودي كل الكومبوننتس اللي استخدمناها في البروجكت بتاعنا. أول كومبوننت معانا هو التايمر 3 خمسات. المفروض إن التايمر 3 خمسات ده بيشتغل في 3 مودز، الباي ستيبل والاي ستيبل والمونو ستيبل. في الدايرة بتاعتنا بنستخدمه في الاي ستيبل، وبيكون شكله الوضع ده علشان يقدر يجنريت بشكل متتالي من بعيدا عن الأوضاع التانية اللي هي المونو ستيبل والباي ستيبل. ودي القوانين بتاعته. بالنسبة لي تي هاي وتي لو هو التايم ده، واللي بنقدر من خلاله ان احنا نتحكم في زمن الكلوك ما بين الكلوك والتانية، من خلال ان احنا نتحكم في المقاومة او المكثف الموجودين في الدايرة الجاية. دي توصيلة تايمر 3 خمسات في وضع الاي ستيبل. واحنا بنحط مكان المقاومة ال5 كيلو اللي موجودة في السيموليشن ده بوتنشيومتر، وهي اللي بتقدر تتحكم في التي هاي والتي لو، وبالتالي هنقدر ان احنا نأدجست الليفل للجيم بتاعنا. السلام عليكم ورحمة الله. طالب السيد معون السيد، جروب 3، اتكلم عن دايرة الليفل جنريتور سيركت. دايرة الليفل جنريتور مستخدمة في لعبة كاتش ذات ليد للتحكم في درجة صعوبة اللعبة باستخدام البوتنشيوميتر. يمكن تصميم الدايرة تضيء عدد أكبر من الليدز بطريقة راندم، زيادة سرعة تضاد الليدز دي. بنوصل الأوت بتاع الدايرة بإنبوت لآي سي كاونتر 4017. كمان بتستخدم دايرة الليفل جنريتور لإضافة تشالنج أكتر للدايرة ولزيادة كفاءتها. نتكلم كمان عن آي سي 4017 ديكيت كاونتر. ده عبارة عن رينجنج كاونتر لعشر أوتبوت. لما بياخد كلوك بيبدأ يكاونت، والكاونت بتاعه عبارة على إنه بعد الكيو، ويعتبر من أكتر الكاونتر مرونة، ويستخدم عادة في الأبليكيشن اللي على اللو رانج كاونتر. وده استخدمناه عشان جنريت سيكونس وفليد وفي الليفل سيركت علشان سويتش بين السيركت. مودة صلاح الموجي، سيكشن 4، جروب 3، كاتش ذات ليد. هكمل كلام عن الاي سي 4017 الديكيت كاونتر، واحنا استخدمناه في الدايرة عشان اشغل الليدات بشكل سيكونشال. واخترنا الاي سي ده لان هو عباره عن اي سي ليه 10 اوتبوت، وبيقدر يعمل ديكيت من كل ما يجيله كلوك. وهنجيب له الكلوكات عن طريق التايمر 3 خمسات اللي شغلناه في وضع الاستيبل مود عشان يولد الكلوك. فاحنا هناخد الكلوك من التايمر 3 خمسات عشان نشغل الاي سي 4017 عشان يعد عن طريق ال 10 اوتبوت بتاعه. فكل ما بيجيله كلوك هو بيبدل في الخرج ما بين الكيو 0 لحد الكيو 9. فبالتالي هيطلع الخارج على الليدات اللي احنا موصلينه بيها، فيقدر
كل مع كل كلوك ينور الليد ده بالتتابع، واحنا عايزين نشغل الليدات من فوق، من اعلى الى اسفل، وبعد كده نعكس اتجاهها من اسفل الى اعلى. فاستخدمنا اتنين اي سي، اتنين من الاي سي ده، واحد محطوط بشكل طبيعي والتاني محطوط بشكل عكسي. فبالتالي لما الاي سي الاولاني يخلص اللفه، التاني هيعكس الاتجاه معاه. وعملنا ده عن طريق مساعدة الدي فليب فلوب، ان احنا استخدمناه عشان نعمل ان احنا نخلي السيكونشال يكون بشكل عكسي، عن طريق ان احنا وصلنا الانيبل بتاع الكاونتر الاولاني بالكيو بتاع الدي فليب فلوب، والانيبل بتاع الكاونتر الثاني بالكيو بار بتاع الدي فليب فلوب. والدي فليب فلوب كان في عمله كان بياخد الانبوت بتاعه من الكيو بار، فبالتالي هو كان بيبقى شغال بشكل عكسي، فالكاونتر اللي بيكون الانيبل بتاعه بصفر هو اللي بيكون شغال. وده جدول التحقيق، ان احنا ان الكاونتر اللي هو الاب تو داون لما الاثنين بيكونوا بصفر دي حاجه مش هتهمني، لما الكاونتر الاب تو داون يكون بصفر ده الانيبل بتاعه هيبقى بواحد، ولما الاب تو داون يكون بواحد الانيبل بيبقى بصفر، ولما الاثنين يكونوا بواحد ده برده حاله مش هتهمني. وكمان الدي فليب فلوب بياخد الكلوكات، هو بيشتغل برده كل ما بيجي له كلوك، وبالتالي الكلوك بتجيله من الكاونتر الاولاني او الكاونتر الثاني عن طريق اخر اللي هي الكيو 9 اللي هي اخر لده متوصل بيها عشان يعكس اتجاهه. السلام عليكم، انا عمرو خليل رشاد، وهتكلم دلوقتي عن الاي سي كاونتر 7490. احنا استخدمنا الكاونتر ده كانه ديكيت كاونتر عشان يحسب اللوز بوينت والجين بوينت لكل لاعب على حده. فعلشان كده احنا هنوصل البن 2 و3 و6 و7 بالجراوند عشان يعد الأرقام من 0 لـ9، ولما يوصل للتسعة بيرجع للصفر تاني سواء في الجين بوينت أو اللوز بوينت. الكاونتر ده عبارة عن 4 أوتبوت، وعلشان نعمل الديكير كاونتر هنوصل اللي هو الكيو اي بالدخل اللي هو كلوك بي، وكمان معانا الكلوك اي ده عبارة عن خارج جاي من دايرة أنت، ونشرحها في القادم يعني. تاني جهاز معانا هو الجهاز البي سي دي 27 سيجمنت ديكودر 74-48، وهو عبارة عن فك شفرة بيحول شفرة البي سي دي لسيجنال بيتم عرضها على السيفن سيجمنت. وعبارة عن الاي سي ده عبارة عن 4 انبوت، هو الاي والبي والسي والدي، و7 اوتبوت من الاي للجي. زائد كمان معانا 2 كنترول بن اللي هو ال LT وال RBI، وهي اكتف لو. اولا ال LT ده اختصار للامب تيست، وفايدتها هو بتختبر للداتا 7 سيجمنت. فلما تضع لما يعني لما نحط على البنه دي صفر بيظهر على ال 7 سيجمنت اذا كان هناك لده محروقه او لا. تاني بين معانا هي الـ RBI، وديت بتخلينا مش يظهر رقم صفر على الـ 7 سيجمنت. وفي حالة إن الـ input 4 أصفار فبتبعت صفر على الـ RB0 عشان تفعلها، لأنها برضو active low، وده مفيد لنا لو في أكتر من 7 سيجمنت جنب بعض وعايزين نلغي عدد من الأصفار على اليمين أو الشمال. انا زهرة بدوي سليمان سكشن 2، في الجزء ده هنتكلم على باقي الكومبوننتس اللي احنا استخدمناها في الدايرة، ومنها اللوجيك جيت الأساسية زي الاند والناند والاور والنور والنوت والاكس اور والاكس نور. احنا استخدمناها عشان تعمل كونكت بين اجزاء الدايرة وبعضها عشان اللوجيك بتاعتها. تاني حاجة، جزء الديسبلاي في الدايرة بيتكون من 7 سيجمنت ديكودرز اند ليدز. اول حاجة الليد احنا بنستخدمها عشان كل بلاير يقدر يعمل لها كاتش. لما البلاير يختار الجرين ليد بيكون كده عمل جين للبوينت، ولما بيختار اليلو ليد كده بيبقى لوز للبوينت. هو بيعمل كاتش عن طريق البوش بوتون، لما بتضغط عليه بتفعل دايرة الليد دي فبتنور، وبالطريقة دي عملنا كاتش. الريزلت بتاع الكاتش ده سواء جين او لوز بيتعرض على 7 سيجمنت ديكودر. كل 7 سيجمنت عندنا 4، كل واحد بيعرض جزء من الدايره. ال 7 سيجمنت الاول بيعرض الجيم بوينتس للبلاير الاول، والتاني بيعرض اللوز بوينتس للبلاير الاول، والتالت بيعرض الجين بوينتس للبلاير التاني، والرابع بيعرض اللوز بوينتس للبلاير التاني. عندنا ال 7 سيجمنت ديكودر ده بيعرض النتائج ان هو بياخد الاوت بوت بينس بتاع البي سي دي ديكودر،
سيجمنت ديسبلاي بعرضها على السيفن، بيدخلها كانبوت للسيفن سيجمنت ديكودر، بيبدأ العد لما كل لاعب او اللاعبين الاتنين يعملوا كاتش للرايت ليد. السلام عليكم، اسمي راد محمد سعيد، سيكشن 2. دلوقتي هنتكلم عن السيكونس جنريتور. تمام، عرفنا قبل كده ان الكلوك جنريتور بتاعنا بيدينا باص من خلاله بنقدر نتحكم في السيكونس جنريتور بتاعنا، وبالتالي هيكون في نمط معين للدات عشان تنور، والنمط ده هيكون من فوق لتحت وبعد كده من تحت لفوق. تمام، استخدمنا هنا 2 كاونتر 4017، بحيث واحد هيكون شغال انيبل في السيكونس الاولاني اللي هو هيكون من فوق لتحت، والكاونتر التاني هيكون ديسيبل والعكس. تمام، وبالتالي عشان نحقق ده استخدمنا دي فليب فلوب. استخدمنا دي فليب فلوب عشان نعكس اتجاه الليدات اللي هو اتجاه السيكونس بتاعنا، الاولاني هيكون من فوق لتحت والتاني هيكون من تحت لفوق. وبالتالي الدي فليب فلوب مهمتها ان هي تشغل لنا واحد كاونتر ات تايم، بحيث ان هو يكون في سيكونس واحد شغال قدام. تمام، وزي ما احنا شايفين ان الدخل بتاع الدي فليب فلوب واخدينه على الاور جيت، وهو عبارة عن كيو 9 وكيو 9 داش اللي هما الخارج بتاع الكاونتر، بحيث نحقق ان في واحد او هاي على الاور جيت، وبالتالي هيكون في كاونتر واحد شغال ات تايم. تمام، وفايدة كمان للفليب فلوب بتاعتنا ان كل مرة اللاعب هيضغط على البوتون الموجود عندنا، الفليب فلوب بتخزن الكرنت ستيت بتاعت الجيم، اذا كانت لوز بوينت او جيم بوينت. تمام، وكل ده بيحصل والسيكونس بتاعنا شغال، محصلوش حاجة. الطالب احمد شعبان، جروب 3، مشروع كاتش ذات ليد. هناخد نظره سريعه كده على سيميوليشن. المشروع بكل اختصار عباره عن تو بلايرز، لكل بلاير بوش بوتل خاص بيه بتو 7 سيجمنت، واحد عشان نعرض عليها البوينت روز والتاني عشان نعرض عليها البوينت جين. لو اللاعب ضغط على البوش بوتن واللمبه الصفراء منوره فالبوينت روز بتزداد واحد، انما لو ضغط على البوش بوتن واللمبه الخضراء واللمبه الخضراء منوره فالبوينت جين بتزداد واحد. والحوار نفس الحوار مع البلاير 2. هناخد نظره سريعه كده على الدوائر اللي استخدمناها. اول دايره اللي هي الليفل جنريتور، وهنا استخدمنا التايمر 3 خمسات في وضع الاستيبل، واستخدمنا البوتنشيومتر اللي هي المقاومه المتغيره R2 اللي عن طريقها بنتحكم في المقاومه، وبالتالي بنتحكم في زمن البلصايه، وبكده بنقدر نتحكم في سرعه الليدات، وبكده بنقدر نتحكم برضو في الليفلز بتاعت اللعبه. تاني دايره معانا اللي هي الجين بوينت، ودي استخدمنا فيها تو كاونترز ودايره صغيره اللي هي تو اند جيتس ونوت جيتس، والانبوتس عباره عن بلاير واحد والليدات الخمسه. لو اللاعب ضغط على لو اللاعب الاولاني ضغط على البوش بوتون والليدات الخمسه منوره فبيدينا هنا كلوك جين بتدي بيكون واحد، وهنا بتكون صفر، فبالتالي الكاونتر بتاع البوينت جين بيزداد واحد وبيظهر على السيفن سيجمنت بتاعت البوينت جين واحد. انما لو البلاير ضغط على البوش بوتون والليدات الخضراء مضلمه فكده هنا بتدينا الاوت بوت هنا بيكون صفر، وانما والاوت بوت هنا بيكون واحد، وبالتالي الكاونتر بتاع اللوز بوينت بيزداد واحد وبيظهر على 7 سيجمنت بتاعت البوينت لوز بواحد. اخر دايره معانا اللي هي السيكونس، واستخدمنا هنا تو كاونتر، واحد تو كاونتر اب، واحد منهم اب تو داون والتاني داون تو اب، عشان نظهر عشان الداتا تشتغل من فوق لتحت وبعدين من تحت لفوق. واستخدمنا هنا دي فليب وفلوب علشان نخزن الداتا، عشان نعرف الليدات شغاله من فوق لتحت الاول وبعدين نشغلها بعد كده نشغلها من تحت لفوق. وكده المشروع باختصار. التيم اللي اشتغل في المشروع ده السيد نبيل واحمد عبد الواحد، احمد شعبان، احمد طارق، السيد محمود، حسن داود، رائد، عمرو، زهره، مواده، احمد سليمان، عبد الرحمن، محمد، احمد، محمد، عمرو، محمد. وشكرا.